أحلى صباح. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. توا 28 دقيقة في أحلى صباح، ودخلوا تو دو سويت على صفحتنا أحلى صباح باي موزايك فام. تتلقاو الجمعة هذه جمعة ليزيكسبوا مع الجون، مع شباب التوانسة في العديد من المجالات، وهذه حاجة تفرح برشا. واليوم جوستومون باش نحكيو على نجاح جديد بفضل باحث تونسي حمدي مبارك، فريق بحثي توصل اكتشاف غير مسبوق الديجان مسؤولين على إنجاب التوأم. هذا نجاح جديد، الاسم تونسي في اكتشاف ينجم يبدل برشا معطيات ويقدم بالأبحاث في المجال هذا. فرحانة باستقبال ضيفي اليوم الباحث التونسي في جامعة أمستردام حمدي مبارك، معنا مباشرة بالتليفون من لندن. مرحبا حمدي، نهارك زين. صباح الخير، مرحبا بكم. نهارك مبروك سعيد. حمدي، قبل ما نبدا معاك في الانترفيو نسالك بعض الاسئله. اون فو فيليسيت سي على النجاح هذا اول حاجه، ان شاء الله مبروك انت توت ليكيب. فوالا، قبل قلت نعطي فكره اون دو مو على الباركور نتاعك. حمدي مبارك تصفيقه اخرى رفيق، على خاطر زاد ان جون تونيزي عمره 34 كهو، تبارك الله باركور حافل، دكتور وباحث تونسي، تحصل على الاستاذيه من جامعه تونس المنال الكامبوس في البيوتكنولوجي، من بعد عمل ماستر في جامعه باريس 11 في علم الوراثه، دكتوره من جامعه باريس دونك كيف كيف في علم الوراثه فيفال ديسون، مختص في علم الوراثه البشريه تبارك الله عليه، كان باحث في جامعه توكيو اللي هي بريستيجيوز ومن اهم الجامعات يصير فيها البحوث في اسيا، وحاليا باحث في جامعه امستردام في وزاد في معهد بحوث في الولايات المتحده الامريكيه. صحيح التلخيص هذا كل حمدي؟ فوالا. اي فوزافي 34 تبارك الله، باركور حافل جدا. اول سؤال نبداو به حمدي، نحن ديما نقولوا نحكيو في صلب الموضوع على الاكتشاف اللي انت توصلت له، ديما نقولوا حتى نستقبل اللي عنده تويمه في العائله يجيبوا تويمه وينجموا يجيبوا تويمه، لكن ما فما حد شيء واضح، الكل كلام، ما فماش سيونتيفيكمون حاجه اون بروف بالبابل، وحد ما نجم يتوصل جوستومون لا بروف سيونتيفيك للكلام هذايا. هكا ولا انت حمدي توصلت الاكتشاف هذايا، ويظهر لي خص لي فو جمول بالضبط، كانت تعطينا فكره بطريقة مبسطة باش الناس الكل تفهم على الديكوفيرت اللي عملتها حمدي. كما قلت هما لي فوجيمو نعرفوا، الناس الكل تعرف كونهم موجودين في العائلة، وساعات الأم تجيب توامة، بنتها تجيب توامة، ولا في العائلة الكبيرة يكونوا عندهم توامة. هذا معروف منذ القدم، منذ 30 40 سنة تالي، لكن ما نعرفوش شنو هما الجينات المتسببين في الشيء هذايا، علاش وراثي؟ شنو هي الخاصية اللي تخلي عند الأم اللي تخلي في الجينوم نتاعها معناتها تنجم تجيب التوامه. انا بديت في امستردام عندي 4 سنوات، بديت نشتغل على البحث هذايا على وراثه التوام. وقت عمر 30 سنه يعني، باهي؟ سي امبورتون دو رابلي، تبارك الله عليك. هما ليكيب اللي انا فيها بداوا يخدموا قبل ب 30 سنه، انا رئيس المخبر اللي انا فيه عدت حياتها تزوج في الديجان هذوما. دونك توصلنا مش وحدنا، مش انا وحدي هذا، انا واللي قط دراسه، لكن معايا مجموعه كبيره من الباحثين من استراليا، من امريكا، من اوروبا، من فنلندا، من ايسلندا، من سنغافور، من عديد الدول. نجمنا معناتها ان نخدموا على مجموعه كبيره من النساء اللي جابوا توامه بطريقه طبيعيه، خاطر فما فرق ما بين التوامه اللي النساء اللي جابوا توامه بطريقه طبيعيه والنساء اللي جابوا مع طريق مساعده طبيه. وتمكنا بعد جهد كبير وابحاث طويله ومضنيه من تحديد جينين، زوج جينات لقيناهم اللي يزيدوا من فرصه الامهات لانجاب التوائم ثنائي الزيغوت، او كما قلت في الاول بالفرنسيه فوجيمو. فوالا. الحاجه البية حمدي في الاكتشاف هذايا، معناتها كي نغزروا قدام، انه ينجموا يعاونوا برشا، يقدموا حلول لدعم الخصوبه عند المراه، حلول العقم عند المراه، صحيح هذا؟ هذا صحيح. واحد من هذه الجينات اللي لقيناهم معروف هو جين الخاصيه نتاعو كونه ينتج هرمون. الهرمون هذه هي اللي تساعد بس في معناتها بس المراه المبيض نتاعها ينتج البويضات كل شهر،
ولكن لقينا نفس الجين هذا لقينا عنده أثر كبير على الخصوبات عند المرأة. عملنا تحاليل وعملنا لقينا عندهم معناتها مضبوط بسن الحيض الأول عند الفتاة، مضبوط سن انقطاع الطمث، ومضبوط بعدد الأطفال اللي تنجم تجيبها المرأة، مضبوط بالعمر الأول طفل وآخر طفل تجيبه المرأة، ولكن مربوط أيضا بحاجة مهمة ياسر اللي هي متلازمة المبيض المتعدد الكيفات، اللي هي نوع من المرض اللي يخلي من نوع من أنواع العقم عند المرأة منتشر برشا. أي منتشر عندنا فكرة توا أوسع الجين هذي شنو يعمل. نجمو هذه مرحلة أولى وهذه أول خطوة بس نبنيو عليها ونزيدو نعملو أبحاث أخرى باش نوصلو ونفهمو كيفاش نجمو الجين هذايا نستغلوا اللي نعرفوه باش نجدوه. الصحافة العالمية كتبت برشا على الاكتشاف هذايا اليوم حمدي، معناتها اكسبلوا هي البرشا واكتشاف مهم برشا ينجم كما قلت بدل برشا معطيات وحلول في المستقبل. هوني سؤال باش نسلك سؤال اخر بارابول لانتيغراسيون تاعك حمدي مع ليكيب، انت جون صغير ذولي معاش تونسي الوحيد في ليكيب اللي خدمت على الموضوع هذا؟ أنا التونسي الوحيد، هما أنا التونسي معظم اللي يخدموا على ليكيب في الخدمة على الدراسة هذه كما قلت لك معناتها عندهم تاريخ معروفين في العالم أجمع في 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 دي سوميتي في الريشيرش في ريجيمو معناتها. الانتيغراسيون كيفاش كانت بالنسبة لك؟ ما شاء الله. أي كانت سهلة معناتها استقبلوك فاسيلمون سهلوا لك الخدمة؟ والله معناتها هوني شوف في الخارج إذا تفرض روحك وعندك ثقة في إمكانياتك راهو اللي بيبان كل تلقاها محلولة قدامك. معناتها أنت خدمتك والسكيلز اللي عندك التقنيات اللي عندك والمهارات اللي خدمة عندك تجيب يعني ما نعم. يهمش في العمر صغير ولا كبير، ما يهمش في الجنسيه، المهم باش تقدم ابور زايد للكيب ولا شنو الاكسبرتيز، شنو البليس اللي تنجم تقدمه. وانا الباساج نتاعي في جامعه طوكيو باليابان كان مهم برشا، وكان معناتها تعلمت منه حوايج اللي ممكن ما نتعلمهاش في اي بلاصه في العالم، وهذيك خلى لي سهل لي برشا الانتيغراسيون تاعي لهنا. فوالا رغم اللي دي جينيراسيون عمار متباعده، فمش كون عنده يخدم 30 سنه، جيت انت 4 سنين ونجمتوا تخدموا مع بعضكم. فوالا انا احنا احتفلنا الجمعه اللي فاتت نهار الخميس في في الكليه، معناتها عرفتي مع تبكي وتقول فيها تقول هذايا معناتها انجاز نستنى فيه حياتي كامله، خدمت كاريري كامله على خاطر باش نلقى الليجان هذوما. اصلا هي عملت معناتها توين ريجستري، عملت باز دو دوني نتاع لي جيمو في هولندا اللي هي اكثر باش تبدا هذوما. جوستومون حمدي فريمون اني فيير دو فو، خليني نقول ولا دو توا كان نجمو نحكيو مع بعضنا. 34 عام حمدي ان جون تونيزيان تبارك الله عليه، نجاح باهر، سمعتوا الباركور قبيليك اللي تعدى به الكل، واليوم اني فيير اللي انت تو في بارتي من ليكيب هذايا اللي توصلت للاكتشاف هذايا. كان معنا مباشره بالتليفون من لندن حمدي، ان شاء الله في انترفونسيون اخرى، ونتمنى كي تجي لتونس تكون حاضر معنا مباشره نزيدوا نحكيو اكثر، وان شاء الله يولي فما ايكيب 100% توانسه وتتوفر الظروف والامكانيات انه هوني نلقاو اكتشافات من نوع هذا، خاطر عندنا لا بوسيبيليتي وعندنا تبارك الله المخاخر. تحيه ليك حمدي بالتليفون معنا، نحب نودعه حمدي، تحيه ليك وان شاء الله في لقاءات اخرى على موزايك. موزايك FM احلى صباح.